يعقل هذا؟ واش خضعنا؟ واش صرالنا؟ وين كنا؟ واش عمانا؟ والله 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 لو كان ربي يكتب نوض الشهداء اليوم يعذبوا لكم يعذبوا لكم دون استثناء دون استثناء يعذبوناكم. واش خضانا؟ واش صرالنا؟ وين كنا؟ واش عمانا؟ أسئلة في العمق طرحها سي زغماتي ذات حملة انتخابية، ورغم أنها كانت ثورة وتأثر من وزير العدل لصالح فئة الإطارات والأدمغة المهاجرة، إلا أنها بالمقابل أجابت على سؤال عميق وقديم طرحه الرئيس الراحل محمد بوضياف رحمة الله عليه ليأخذه معه إلى القبر: إلى أين تتجه الجزائر؟ سؤال قديم وإجابته لم تعد إلى أين نتجه، ولكن واش خضانا؟ واش صرالنا؟ وين كنا؟ واش عمانا؟ أما نتيجته، والله 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 لو كان ربي يكتب نوض الشهداء اليوم يعدمونا أكل دون استثناء. صفق الحضور أمام وزير العدل في إقرار منهم أن حكمه بالإعدام على من هم في القاعة ومن هم خارجها أيضا إدانة عادلة مع وقف التنفيذ. نعم والله 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 لو عاد الشهداء لأعدمونا كلنا، والأمر هنا لا يتعلق فقط بقضية الإطارات المهاجرة كما ذكرها الوزير، ولكن في تفريطنا لذاكرة الشهداء كانوا هم التاريخ والتاريخ هم، في مسخنا للواقع، في كنسنا للتربية والتعليم، في طمسنا وتخويننا وضربنا لذاكرة الرجال من الأمير عبد القادر إلى مصالح الحاج فالعلامة بن بديس، وصولا لقوافل من الشهداء والشهود على أننا كنا الجيل المقصر، الجيل الخائب، الجيل الصامت على كل المهازل التي طالت بنيته التاريخية والدينية والتربوية والثقافية وحتى الذهنية، جيل تم إفراغه من كل محتوى إلا من يوميات القفة والحق البيولوجي في التكاثر، جيل غرسوا فيه أن دورته التناسلية والبطنية هي منتهى الحياة. بعبارة واضحة، جيل على كرسي نخل عرشي. والله ثم والله ثم والله لو عاد الشهداء لأعدمونا مرة ومرتين وعشر، ولن يشفوا غليلهم في جيل أصبح فيه ريفكا ملبلغة نموذج للشباب الناجح، والشيطان المقلشة صورة لرقصة إعلام ما وراء الجدران، والشيخ شميسو وعلي بالحاج والشيخ حمو وغيرهم أئمة وشيوخ دين، ناهيك عن زعبوط أو زيتوط الزنجبيل ونطفة اللايف نتاعو المسمات أمير بن مو، كحكاية معارضة قادمة من على ظهر مازدا من وراء بحر. لو عاد الشهداء يا ورثة وطن الشهداء لوجدوا جيلا بماض مغيب وحاضر مشوه ومستقبل المرهون، جيل دينه وتاريخه وتعليمه وثقافته وحتى أكله وشربه والكسكسي نتاعو على هوى حاكمه، ولا يهم من الحاكم بقدر ما يهم أن سيدي الحاكم، جيل يمكن أن تكون فيه مشهورا ونجما حين تأخذ لك صورة مع حمار بالعاصمة فيما عائلات تحت الظل والضيم تقتات من على ظهر حمار، ورغم ذلك لا أحد يلتفت لها كما لا أحد يسمع بها أصلا. ماذا لو عاد الشهداء؟ هم لن يعودوا ونحن لم نعد شيئا ما لم تحدث معجزة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج عمّر راسك. عمّر راسك يا ولدي، فإنها الجزائر الجديدة وجديدها لهذا العام، لهذا اليناير واحتفالاته، أنه آن لشيشناق أن يعود إلى أهله تمثالا ونصبا ورمزا بعد أن أخذه منا الفراعنة لقرون متناسين، أنه ما ضاع حق ولا تمثال ولا نصب وراءه الطالب. قبل ذلك وقبل أن نتكلم عن الملك العظيم شيشناق الذي صاهر سيدنا سليمان عليه السلام واستنجد به لينصره على الكنعانيين في ذلك الزمان، طبعا رغم أن الله سبحانه وتعالى أتى سيدنا سليمان حكم الإنس والجن والطير وحتى النمل، وكان يمكنه عليه السلام أن يأتي بأي عرش قبل أن يرتد إليه طرفه. قبل ذلك وقبل أن نتكلم عن الملك العظيم شيشناق الذي فتح أورشليم وورد ذكره في التوراة والإنجيل وحتى في سورة الإسراء بين قوسين حسب هذا المكتشف الشيشناق العظيم، قبل ذلك
فلنعرف من هم الأمازيغ الأحرار.